هاجي هاجي اللي وصيتيني على ابارتمون في بالباشر. هاد لابارتمون جات خصيصا ليك، بغيتو ابارتمون في بالباشر اللي كاينه في المجاهدين، شقه كبيره واسعه، موقع مطلوب بزاف. وهاد السيده اللي وصلتني على ابارتمون في بالباشر، هاد لابارتمون جات خصيصا ليك، اذا ما داوها لكش. هاد لابارتمون كيف ما قلت لكم جات في بالباشر المجاهدين، كيبقى قريب لكم طريق بوبانه، قريب لكم مرجان، قريب لكم سوكو التو، قريب لكم رون بوان ديال طريق الاطلس، قريب لكم فافلوري. هاد اماكن كامله قريبه لكم. وهاد ابارتمون مباركه جات حدا الجامع، يعني رمضان غادي تدوزو غزال، الصلاه دايما تسمعها قريبه ليك. حتى اذا كنتي من المحبين ديال لي زابارتمون اللي حدا الجامع، فهاد لابارتمون ليك. ابارتمون جات في الايطاج السادس، كبيره واسعه 118 ديال المترو. موليها كيف ما صلحوها ما بقاوش غادي يهبطوا للمغرب، واضطروا انهم يبيعوا. اذا شفتوا راه غتلقاو ابارتمون ما فرشاش، بحقيقه فرشات غادي تبان. واو يا سلام، شقه غزاله واطلاله رائعه. كيف ما كتدخلوا كتلقاو هذا الصالون الواسع الكبير اللي ان شاء الله اذا فرشتوه تفريشه مغربيه غيجيكم 5 5. ابارتمون اللي المساحه ديالها 118 المترو، معاوده بالصاله كامله مصلوحه كامله. جيب الرحيل ديالك، جيب وليداتك ومرحبا بكم في طنجه. هاد لابارتمون راه جات مجمع بالباشير في طنجه، كما قلت لكم المجاهدين، قرب لكم طريق البوبانه، قرب لكم سوكو التو، كتبقى قريبه لكم يعني من طريق بوبانه هانتوما تقدروا تطلعوا الرميلات، اتجاه اخر قريب لكم رون بوان تري الاطلس، قريب لكم حتى فافلوري. هادي هي الباب لابارتمون. ان فوا كتدخل كتلقى هاد الوسوعيه. هاد الوسوعيه اذا ما بغيتوش ديروا مرايه تقدروا ديروا الطبيله ديال التلفازه هنايا، اولا كونسوله خاصه بالصبابط، وفوق منها تجي مابل تي في لي زاكسيسوار ديالو وبالديكورات ديالو. كتبقى دايره عندكم بيت نعاس الاولاني، الصالون والكولوار اللي كيديكم البيت نعاس الثاني، والكوزينه والحمام. ابارتمون اللي مبهجه كبيره، واهم حاجه سمعوا حدا الجامع، يعني الابارتمون السكنه اللي كتكون حدا الجامع كتكون مباركه. ابارتمون فيها 118 المترو جات في بالباشير. الصالون كيف ما قلت لكم، اجيو تشوفوا معايا الوسوعيه، الصالون كيبقى كبير وواسع، وابارتمون اللي كامله معوده بالاصلاح في القوس ديالها. هاد الدخله ديال الدار كيف ما قلت لكم على حسب التفريشه، حق الصالون يعني هاد القوس ديالو في هاد الديكور هذا. وعاد عندكم الصالون الثاني اللي كيف ما قلت لكم غيجيكم داير بالسدادر، جوج الكوانات السدادر عاود من هنا، وجوج طبلات كبار بالميسيتات ديالو. وعادي اذا بغيتو مثلا تزوقوه بشتريه، تزوقوه باللاد، علاش؟ حيت هذا كامل بلافون، يعني تقدروا تلعبوا فيه كيف ما بغيتو. الصالون اللي كيبقى كبير وتبارك الله عنده طاقه كبيره ديال الالومنيوم اللي كتطل على منظر غزال. ملي غادي تجيو تشوفوا لابارتمون غتشوفوا الاطلاله ان شاء الله. دابا غادي نمشيو باش نشوفوا لي بياس اللي عندنا في هاد لابارتمون هادي. اجيو تشوفوا معايا هنايا، راه فكره اختاروا انهم يديروا شومبغ اكوشي في هاد الدريسينغ ديالها. هنا كتلقاو كاينه الشومبغ الاولى، تبارك الله واسعه كبيره، اختاروا انهم يديروا هاد السباس هذا خاص دريسينغ، يعني باقي يتزين بالمرايات يجي يا سلام. وهنا غادي تجيكم كاما ديال جوج الناس بالكوكيتات ديالها، تقدروا تعملوا حتى شي بيروستيتو او لا شي كانابي هنايا، حيت البيت تبارك الله جا طويل، يعني كاينه المساحه بزاف ديال الافكار اللي تقدروا تعملوها. حتى اذا عملتوا تمكنيه كاما ديروا هنايا شي كانابي خاص بالدريسينغ، يعني هذا كامل يجي مرايه يجي عاطي منظر غزال. بالنسبه للاصلاحات اللي داروا، داروا هاد القبص هذا في البيت كامل، يعني اذا لاحظتوا راه غير البيت راه مقسم راسو، راه هذا فيه جوج بيوت ما فيهش بيت واحد، يعني شومبغ اللي المساحه ديالها كبيره والاطلاله ديالها غزاله. وهاد لابارتمون راه غادي تكون مشمسه نهار كامل، علاش؟ حتى شي حاجه ما مبنيه قدامك، راه غير حيت دابا الجو ديال طنجه ما كتعرفش شتي واش الشتا اولا الشمس. كانت في الصباح شميسه وبحق دابا راه الشتا عليها، غادي تلقاو ان الشمس ما دخلكمش، اما هي ابارتمون مشمسه. كيف ما قلت لكم 118 المترو، العماره فيها لي كاميرا سيرفيونس، فيها لاسانسور ديالها، مجمع اللي معروف هنايا،
وشكون اللي ما بيبغيش يسكن في المجاهدين اللي كتبقى منطقه غزاله وقريبه للسونتر في. من بعد ما شفنا الشومبر الاولى شفنا الصالون سيجو الدخله ديال الدار اللي كيف ما قلت لكم بهجه وغزاله مع الدخله، كاين عاود هذا البيت هذا هنا يختاروا انهم يعملوه بيت، تقدروا تعملوه الشومبر ديال الوليدات او ديال البنيتات الا شي حيت مصبوغ بالبيض وكيطلل على لافاساد الثانيه. بالنسبه للاصلاحات اختاروا انهم يديروا هذا اللون هذا الليد في الغوز مع بومبيه ديالو، او تقدروا تعملوا تريا في الغوز، يعني هذا شومبر صالح يا اما البنيته او الوليد ديالكم او لا اذا بغيتوا تعملوها الاستثمار للكرا. هذه عرفتي شحال غادي تدخل لكم في الصيفيه؟ هذه بالقليله القليله واحد 1200 1100 درهم في الليله. علاش؟ حيت الموقع ديالها قريب للرميلات، قريب للسوكو التو، قريب من طريق بوبانا، وقريب للفافلوري، يعني قريبه للمدينه بزاف. من بعد ما شفنا لابارتي الاولى دابا غادي نمشيو باقي لنا لابارتي الثانيه اللي فيها بيت نعاس اللي هو داروه بالدكلاس والحمام. دابا غندخلو نشوفو مباشره لابارتي الثانيه اللي كتحد بهذا الكولوار هذا اللي كيف ما كتلاحظوا كولوار كبير واسع، تقدروا تعملوا فيه هاد الصاله هادي كامل بالقبس. والدار اختارت كامله تعملها هاد النوعيه هادي الزليج الكبير اللي كيف ما كتلاحظوا هذا عامل بحال الرخام، يعني كيعطي منظر غزال وكيعطي وسوعيه للدار. كيف ما لاحظتوا الدخله ديال لابارتي الثانيه هي هادي ديال لابارتمون. دابا غادي نمشيو باش نشوفوا الحمام اللي معاود كامل، في حمام وفيه بيوندغي. دابا غادي ندخلوا الحمام ديالنا قبل نوريكم بعدا الصاله ديال لابارتي الثانيه ديال لابارتمون اللي كيف ما قلت لكم يلاه تسالات بالاصلاح. غادي ندخلوا دابا الحمام ديالنا كيف ما لاحظت كامل معاود بالزليج ديالو، يعني الصاله ديالو كامله معاوده، عملوا هاد النوعيه هادي تزليج في الارض. الدوتش اختاروا انهم يعملوها ديال الزاج باش كتبقى الحمام ديما نقي، وعاد اختاروا يعملوا واحد بيونتي هنايا، يعني عملوا موطع ديال الماكينه التصبيغ الموطع فين غادي تعملوا هادوك لي برودوي اللي كنحتاج كتحتاج للمراه في باش تغسل الحوايج. وعاد اذا عملتوهم بليزيطاجير راه كاين المساحه هنايا، والحمام اللي كيف ما كتلاحظوا واسع كبير معاود الاصلاح كامل. تمن سقوف اختاروا انهم يعملوا بلافون ديال القبس، واختاروا انهم يعملوا حتى الطاقه ديال التهويه اللي فيها الفرفاره. دابا غادي نمشيو باش نشوفوا الكوزينه والبيت النعاس الثالث اللي هما عملوا، اختاروا انهم يعملوا بالدكلاس. هنا يعود عندكم هاد الوسيطه ديال الدار اللي تقدروا مثلا نتوما تعملوا فيها شي مكتبه هنايا، شي طبيله بشكريسات، على حسب كل واحد وكيفاش كيبغي يستغل المساحه ديال الاسباس اللي عنده خاوي. دابا غادي نمشيو نشوفو بيت الكوزينه، نمشيو نشوفو البيت النعاس واللولاني. هما اختاروا انهم يعملوه بيت مفتوح باش داروه بالدكلاس، اختاروا انهم يعملوا فيه هاد النوعيه هادي ديال الكنابي اللي دايره كامله بالبيت وراه باقا هاد الاسباس، يعني الا عملتو بالدكلاس غيجيكم داير. اختاروا انهم يصلحوه، داروا فيه هذاك القفل اللي شفتو في الاول بالليدات ديالو بلي سبوت، وحتى اذا بغيتو تعملوه بيت النعاس راه المساحه ديالو تبارك الله كبير وواسع، يقدر يجيكم شومبر رئيسي وتعملوا ليه غير شي باب ديال الخشب اللي كيجي كوليس كيتسد هكا وكيتفتح كيجي من مورا البيت كلاس او مورا الماريو. علاش؟ حيت هذا بيت كبير تبارك الله خصو يتساغل وعندو نفس الاطلاله ديال الصالون ديالنا. من بعد ما شفنا البيت وريتكم لي ديتاي اللي فيه، باقي لنا الكوزينه ديال مولات الدار اللي غتبغيها مولات الدار، كوزينه اللي حتى هي كامله معوده بالاصلاح. ندخلوا نشوفوا الكوزينه ديالنا اللي المساحه ديالها هي هذه، حتى هي الزليج ديال الارض راه مبدل على الزليج ديال وسط الدار. اختاروا انهم يعملوا فيها الطاقه ديال الالومنيوم بالريد ديالها، وعاد كيف ما لاحظتوا راها كامله معوده، راه باقا قالت لك غادي تزيد البلاكارات من هنا، سمحوا لي غادي تزيد البلاكارات من تحت لورنيه ديال الالومنيوم، يعني الكوزينه باقا غادي تكمل. واختارت انها تزلجها بهذه النوعيه هذه ديال الزليج اللي فيه ما بين اللون كريم مفتوح وكريم مغلوق، يعني كل حال خاده بلاصتها في الكوزينه وكتبقى المساحه ديالها اذا لاحظتوا كيف كتستغلها. هنا مولات الدار غتخلق قشور، وهنا غادي تطيب كاين بوطه بالطياب. عاد اذا بغات دير شي طويله من النوع اللي كيتهز وكيرجع، يعني راه كاين المساحه ديالها، واختارت دير الموطع ديال الثلاجه، يعني كوزينه كافيه للاستغلال. ابارتمون 118 متر
مساحة كبيرة واسعة، أبارتمون اللي مشمسة، والأهم جات في المجاهدين، جات بالبشير طنجة، فيها 118 المترو، والثمن ديالها ناقص بزاف بارابوغ الكم الهائل ديال الإصلاحات اللي دخلوا فيها، والموقع الغزال ديالها حدا الجامع. ما عندكش الفيزافي، قريبه لك بافلوري، قريبه لك سوكو التو، قريب لك طريق بوبانا. اذا طلعتي من طريق بوبانا عندنا يعني وصلتي للرميلات، يعني بزاف الناس مؤخرا كطلبونا على لي زابارتمون في هذا الموقع، هذا ثمن اكثر من هذا، فحنا جبنا لكم الثمن قل من اللي نتوما طالبينه في الموقع اللي نتوما باغيينه. هذا لابارتمون جات بالبشير طنجه، 118 مترو، الإيطاج السادس، الثمن ديالها 78 مليون سنتيم فقط. إيوا كيف جاتكم همزة ولا ماشي همزة؟ باغابوغ المساحة الكبيرة ديالها، الإطلالة الغزالة ديالها، والموقع الأروع اللي جات فيه لافارتومون. إذا عجبتكم سهلة، هالرقم عيطوا درنا الريفيرونس، سريع الإتصال باش حتى واحد ما يسبقكم الهمزة. خوتي وخواتاتي الله يسهل عليكم كاملين يا ربي، حتى تعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.